أعلنت مصادر إعلامية يمنية منذ قليل عن وفاة الفنان الشاب رائد طه بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أصيب بها قبل قليل. وذكرت عدة مصادر أن الفنان الراحل رائد طه قد فارق الحياة أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات بمحافظة المهرة بعد نحو 20 عاماً من الأداء الفني، والذي نجح في إخراج المسرح اليمني إلى الخارج. وقد شارك العديد من الشخصيات العامة في وداع ونعي الفنان الراحل رائد طه، مذكرين بأعماله الشهيرة التي أكسبته شعبية كبيرة داخل محافظة عدن وخارجها، مؤكدين أنه سيظل رمزا للمسرح اليمني الذي ظل طريقه بعد حرب 1994. وللذكرى، فقبل شهرين تحدث الفنان الراحل رائد طه عبر حسابه على الفيسبوك عن مرضه، وكتب رسالة مؤثرة رد فيها على كل من استهانوا بمرضه، وقالوا أنه يتحدث عن مرضه وهو موجود في حفلات التخرج يقدم الأعمال الفنية. وفي الرسالة أظهر رائد طه الشهامة وعزة النفس التي دفعته للعمل رغم المرض من أجل لقمة العيش له ولأولاده، محدثا إياهم: سأخبر الله بكل شيء. وللذكر، فإن الفنان الراحل رائد طه من مواليد عام 1983 بمدينة عدن، وتخرج من كلية العلوم الإدارية بعدن، وهو أب لثلاثة أطفال، وبدأ مشواره الفني في المسرح المدرسي قبل أن يؤسس برفقة عدد من زملائه فرقة خليج عدن في عام 2005. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.